أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بوجودك معنا في هذه المناسبة الجميلة على عمان. وأنا سعيد أيضا. معالي الدكتور، أكملنا عام على تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، ويبرز الملف الاقتصادي كأهم الملفات على الإطلاق. كيف تمضي السلطنة الدكتور معالي الدكتور تحت ظل القيادة الحكيمة في التعامل مع هذا الملف المهم وعبور هذه التحديات الكبيرة في الجانب الاقتصادي؟ أولا كل عام وانتم بخير، ونعتقد بأن تولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في عمان كان له أثر كبير في نفوس كل العمانيين الذين كانوا في الحقيقة في حزن شديد لوفاة السلطان قابوس طيب الله وثراه. السلطان هيثم حفظه الله يقود عمان نحو مزيد من النمو والارتقاء. فيما يخص الملف الاقتصادي، كما يعلم الجميع كانت الأولوية التي تم الإعلان عنها وأعلن عنها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في 23 فبراير من العام الماضي. نعم. تمثلت أعتقد أبرزها في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والذي شمل دمج العديد من الجهات الحكومية وإلغاء بعضها الآخر، أيضا التأكيد على أهمية تحديث منظومة التشريعات والقوانين بما في ذلك القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، أيضا على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية. وأكد صاحب الجلالة في خطابه الموجه للأمة التأكيد على مبادئ الأداء والنزاهة والمساءلة، وهذه كلها مبادئ أساسية ومهمة لنجاح مشروع اقتصادي، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة التي تم الإعلان عنها لكل النشاط الاقتصادي وكل الأعمال بما في ذلك أعمال الوزارات والجهات الحكومية، أعمال الشركات الحكومية، والهدف هو طبعا تطوير أدائها ورفع كفاءتها، أيضا زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. الملف اللي أيضا كان مهم جدا في فيما يخص الجانب الاقتصادي هو الاستدامة المالية من خلال طبعا خفض العجز والمديونية والتوسيع وزيادة الدخل العام. نعم. وأنا أعتقد ربما هذه تكون أبرز يعني الإجراءات التي تم تبنيها في المرحلة الماضية، ويمكن يجب أيضا عدم إغفال الموضوع الخاص بمد منظومة الحماية الاجتماعية. نعم. بما في ذلك صندوق الأمان الوظيفي وتوسيع نظام دعم المحروقات ليشمل نظام الدعم الوطني الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. نعم. يعني معالي الدكتور، الكل متابع لكل هذه الإجراءات، وهناك في الحقيقة طموح كبير أنه فعلا نبدأ بحصاد ثمار هذه الإجراءات وهذه التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق. الآن مع كل هذه التوجيهات، ما هي المؤشرات الإيجابية على المدى القصير على أقل تقدير في الجانب الاقتصادي خلال السنوات القادمة كنتيجة لكل هذه التوجهات السامية؟ نعم، هو مما لا شك فيه، أنا أعتقد من المهم الإشارة بأن الاستدامة المالية كانت من أهم وأبرز العمل الحكومي والذي يتابع الموازنة العامة، والإعلان عن الموازنة العامة كان حدث نقلة نوعية فيما يخص الجانب هذا. الموازنة نتوقع الموازنة العامة للدولة أن تحقق وفر في نهاية الخطة، وفر في حدود 65 مليون ريال عماني بعد أن كان قبل ذلك عجز واستمرار وارتفاع للعجز بدون تلك الإصلاحات.
أيضا نعتقد مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية الحالية وتوقعاتنا بأن يتم توليد عدد من فرص العمل حسب توقعات ونموذج وزارة الاقتصاد، نتوقع بأن يكون أن تكون هناك حدود 27,000 وظيفة عمل. أيضا نعتقد من البوادر والمؤشرات المهمة هو استقرار في الأداء في أداء الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع يعني أن يتحسن الأداء أداء الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام، وأن يحقق نموا بعد إن كان بعد طبعا إن كانت كان النمو سالبا في السنة الماضية. نعم معالي الدكتور، الآن مع يعني تحسن طفيف في أسعار النفط وكذلك نمو في أسعار الغاز، إذا استمرت هذه المؤشرات بشكلها الإيجابي، هل نتوقع يعني نتائج مبكرة للإجراءات، علما أن الميزانية في هذا العام بنيت على سعر برميل 45 دولار؟ نعم، مع أنها بنيت على 45 دولار بطبيعة الحال المالية العامة والموازنة العامة والإطار المالي للخطة سيلتزم بما هو محدد له حتى مع تحسن أسعار النفط، مما لا شك فيه تحسن أسعار النفط وارتفاعها، وأيضا ارتفاع أو بداية انحسار تدريجي للجائحة سيكون له أثر طيب على الأداء الاقتصادي، بما في ذلك على ثقة المستهلكين وعلى ثقة المستثمرين. نعم، وهذا مما سيؤدي بدون شك إلى زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد وتحسن الأداء الكلي. نعم، الزيادة في الأسعار أسعار النفط هذه ستوجه لخدمة العجز والدين العام، ولكن توقعاتنا تشير بأن هذه السنة ستكون سنة أداء جيد وستتولد فيها فرص عمل جيدة بإذن الله، وسيكون الأداء فيها إيجابي بشكل عام. ومرة ثانية ارتفاع أسعار النفط هذا سيعزز من الثقة بشكل عام. نعم معالي الدكتور، لا يخفى على أحد اهتمام جلالة السلطان بالملف الاقتصادي ومتابعته للملف الاقتصادي متابعة مباشرة ومتابعة حثيثة. الآن في هذه المرحلة بالتحديد معالي الدكتور، ومن خلال التوجيهات والأوامر السامية التي تأتيكم مباشرة من جلالة السلطان، ما هي أولوياتنا؟ ما هي أولوياتنا الآن بالنسبة للوضع الاقتصادي للسلطنة؟ نعم، هو يمكن تحديد ذلك مرة أخرى يعني، أو بعض تم الإعلان عن مشروع إعادة هيكلة الشركات الحكومية ومراجعة هيكلة الرواتب في الشركات الحكومية. أيضا هناك العمل قائم على إصدار قانون العمل والخدمة المدنية في هذا العام. أيضا العمل على توفير فرص تدريبية مقرونة بالتشغيل وتصحيح السوق وتصحيح الخلل في سوق العمل بإصدار مجموعة من الإجراءات لتنظيم سوق العمل. أيضا تم الإعلان الحقيقة عن رفع المخصص السنوي للقروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان. نعم، وهذه نعتقد مهمة في موضوع مد منظومة الحماية الاجتماعية، ومهمة جدا. تم رفع القروض لتصل إلى حوالي 100 مليون ريال عماني. نعم، كما أن هناك عدة إجراءات بما في ذلك يعني دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إعفاءها من بنك من من كاف من الرسوم على خلال الثلاث سنوات القادمة. نعم، ونعتقد هذا مهم لدعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مهم ل دعم مشاريع الريادة. نعم بإذن الله تعالى معالي الدكتور، هذا اللقاء يعني كان سريع، وأكيد الملف الاقتصادي هو حديثنا المتواصل، وأنتم في وزارة الاقتصاد يعني ما مقصرين دائما في ظهوركم وتواصلكم مع مختلف وسائل الإعلام. كلمة أخيرة معالي الدكتور، ونحن نحتفي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. يعني ربما نقول كل عام وانتم بخير مجددا، ونقول عمان نهضة متجددة، ونحن متفائلون بأن القادم أفضل،
والسلطان هيثم يقود عمان فعلا نحو مزيد من النمو والارتقاء بإذن الله. كل عام وانتم بخير. شكرا، شكرا جزيلا لك معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، كان معنا عبر الهاتف وتحدثنا طبعا عن الملف الاقتصادي اللي هو الملف الأبرز المكرر ممنوح على الإطلاق في هذه المرحلة.